السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف السادس الابتدائي. النهارده اول درس معانا وماده الاي سي تي، معكم ميس سحر محمدي. يلا بينا نبدا. يعني لو بدأنا كده وقلنا عندنا someone who can't use ICT tools، okay how can we help him؟ تخيل كده لو انت عندك شخص او واحد من اصحابك مش عارف، مش مهتم بالتكنولوجي، ما بيستخدمش الـ ICT tools، تقدر تساعده ازاي؟ والله في يا مس ممكن اعمل حاجة determine the specific ICT tools and the skills. الاول احدد معاه ايه الـ ICT tools اللي ممكن تفيده، وايه المهارات بتاعته اللي هتمكنه انه يستخدمها. يعني هو مش كل الناس بتستخدم كل الاي سي تي تولز، مش كلنا بنستخدم نفس البرامج ونفس الابليكيشنز، ومش كلنا عندنا لابتوب خاص بينا، مش كلنا عندنا بي سي في البيت امكانياته عاليه. فاحنا لازم نعرف ايه السبيسيفيك تولز اللي متاحه معاه عشان نقدر نساعده انه نستخدم السكيلز بتاعته. كمان start with basic computer skills. انا ما يبقاش شخص هو اصلا ما بيعرفش يتعامل يا أولاد مع الكمبيوتر، ما بيقدرش يستخدم الكمبيوتر، لا يعرف يفتح الكمبيوتر ولا يعمل شت داون ولا يستخدم البيزك بروجرامز. ايه هي البيزك بروجرامز؟ البيزك بروجرامز دي اتكلمنا عنها السنة اللي فاتت، عدت علينا في المنهج، الاكسل، الباوربوينت، الوورد. دي البيزك بروجرام تو يوز كمبيوتر او فور اي سي تي تولز. لازم اتعلم البيزكس الاول بتاعت الكمبيوتر واقدر اتعامل مع الكمبيوتر عشان اقدر اوظف السكيلز بتاعتي. teach the person how to access the internet. بعد كده and browse websites. احنا خدنا information كتير في 4th و 5th primary عن the rights and duties بتاعتي using the internet. ايه الواجبات اللي عليا وايه الحقوق اللي ليا while using the internet. و 5th primary كمان يا اولاد لو فاكرين اتعاملنا مع دروس كتير ومعلومات تفيدني ازاي اتفادى او اتجنب to avoid هاكينج مسج، الفيروس مسج، كمان هاو تو تشوز ذا كوريكت برودكت اونلاين. لو انا بشتري برودكت اونلاين كان عندنا درس كامل بيشرح لنا ان في بعض الريكومنديشن ممكن تكون فيك، فازاي اقدر افصل او احدد اذا كان الريكومنديشن اللي مكتوب على البرودكت ده حاجه فعلا حقيقيه ولا هو مجرد حاجه فيك يعني مزيفه عشان الشركه تروج للبرودكت بتاعها. طيب كمان الانترنت سيكيورتي اند برايفسي، لازم الشخص ده وهو بيستخدم الانترنت يكون امن، فلازم دايما يكون عنده انتي فايروس على الجهاز بتاعه، لازم يستخدم سترونج باسورد للاكونتس بتاعته الموجوده على الكمبيوتر. فكل ده انا المفروض اعلمه للشخص اللي ما عندوش اي خبره بالاي سي تي تولز. ابدا اعرفه ازاي يعمل اونلاين كوميونيكيشن وهاو تو ريسبكت ذا اذر سايد، ازاي اقدر احترم الشخص المقابل ليا. اوكي اونلاين كوميونيكيشن لازم اعلمه ازاي يبقى ريسبكت للاذر سايد، لازم الشخص اللي معايا يبقى فيه ريسبكت لما اكون بعمل كوميونيكيشن مع اي حد، وده برضو درسناه في 5th برايمري هاو تو ريسبكت ذا اذر سايد. مش معنى ان الشخص اونلاين فانا اقعد ازن عليه وابعت له مسجات، وخدنا التايبس اوف مسج، لو بكلم التيتشر بتاعي المفروض اتعامل معاه ازاي، لو نيو كلاس ميت اتعامل معاه ازاي، لو شخص فريند بقى يبقى التعامل معاه فريندلي خالص. الكلام ده كله حبايبي الانفورميشن دي مكمله معانا، يعني الموضوع زي ما قلنا قبل كده داتا كتير وانفورميشن كتير مكمله معانا. الاي سي تي او التكنولوجي انفورميشن ما بتتفصلش، احنا كل حاجه بناخدها كل سنه مكمله معانا بامر الله. نيجي بقى معانا النهارده واول كاركتر معانا اللي هو الشخصيه او الاكتيف اكسبلورر معانا. Who is he يا مس؟ الشخص اللي معانا النهارده زي ما انتم شايفين ان الشخصيه بالنسبه لي بيقول لي مستر كارتيك ساوني از فروم انديا. مستر كارتيك ساوني اوكي هي از ناشونال جيوغرافيك اكسبلورر، ده اساسي يا مس. اي اكتيف اكسبلورر معانا هو تبع ناشونال جيوغرافيك، وقلنا ناشونال جيوغرافيك اتس ان اورجانيزيشن نون بروفيت caring about history and science and nature and animals. دي organization بتتعامل مع كل حاجة تهم التاريخ، الساينس، الحيوانات، الناتشر، وكل الكريكلم بتاعنا، كل الكاركترز أو الهيروز اللي معانا هم active explorer with national geographic. إيه بقى الشغلانة الرئيسية بتاع مستر كارتيك؟ He is computer expert who uses technology to empower people of determination.
كمبيوتر اكسبيرت، الراجل ده خبير كمبيوتر تحديدا، بيستخدم البروجرامينج او بروجرامر، وبيشتغل شغل بنقول على شخص كمبيوتر اكسبيرت لما بيكون هذا بيج اكسبيرينس ديلينج ويز كمبيوتر بروجرامز، وفي الغالب بنلاقيه بيشتغل بالبروجرامينج، يعني بروجرامر، يعني بيعمل بلاتفورمز، بيعمل ابلكيشن، بيعمل بروجرامز. هنشوف الكلام ده. كمبيوتر اكسبيرت يوزز تكنولوجي تو امباور بيبل اوف ديترمينيشن. لا، هو مستر كاتريك مش بيشتغل مع اي حاجه، يعني مش بيشتغل جاست تكنولوجي، لا هو بيساعد بيبل اوف ديترمينيشن، ده الهدف الرئيسي بتاعه. طب نقدر نعرف ليه مستر كاتريك متجه للموضوع ده؟ لو لاحظنا هنلاقي مستر كاتريك عنده مشكله شويه في عينيه، هو ما بيقدرش يشوف كويس، اوكي؟ فعشان كده هو زي ما بيقولوا كده هو حاسس قوي بالبيبل اوف ديترمينيشن، وتحديدا البلايند بيبل، اوكي؟ فعشان كده بيحاول يساعدهم. فهو متخصص في امباور، يعني تشجيع وتحفيز البيبل اوف ديترمينيشن. اوكي طيب، هي ارند هيز بكالوريا اند ماسترز ديجري. الراجل ده حصل على البكالوريوس والماجستير في علوم الكمبيوتر ان كمبيوتر ساينس ات ستانفورد يونيفرسيتي كاليفورنيا. هي ستاديز فوكسد اون ارتفيشال انتليجنس. هي ستاديز فوكسد اون ارتفيشال انتليجنس اند مش بس الارتفيشال انتليجنس، هيومن كمبيوتر انتراكشن. هيومن كمبيوتر انتراكشن، ركزوا معايا كده يا ولاد. طيب نرجع تاني لمستر كاتريك ساوني. هي ارند هيز بكالوريا اند ماسترز ديجريز ان كمبيوتر ساينس. يبقى ده التخصص بتاعه. منين يا مس؟ ستانفورد يونيفرسيتي كاليفورنيا. منين؟ ستانفورد يونيفرسيتي كاليفورنيا. هي ستاديز فوكسد اون ارتفيشال انتليجنس، دي اول حاجه في الدراسه بتاعته، اند هيومن كمبيوتر انتراكشن. اند هيومن كمبيوتر انتراكشن. طب بالراحه كده يا مس بقى، الارتفيشال انتليجنس هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي ونقول يعني ايه، بنرمز له بالاي اي، الارتفيشال انتليجنس او الاي اي. طب والهيومن كمبيوتر انتراكشنز، هو بيحب يدرس طبيعه التفاعل بين الكمبيوتر والانسان، يعني استخدامات الانسان مع الكمبيوتر ايه. طب ايه اكتر البرامج اللي هم ان الناس بتحب تشتغل عليها؟ طيب قد ايه الناس بتقعد وقت، بتستهلك وقت قد ايه على الكمبيوتر؟ طب ايه اكتر الويب سايتس واكتر البرامج اللي بيستخدموها؟ هو مهتم بدراسه الكلام ده عشان يوظفه بشكل ايجابي، اوكي؟ طيب تعالوا نشوف بقى ايه الدراسه اللي اسمها ارتفيشال انتليجنس، يعني هو ليه مركز على الموضوع ده. طبعا انا هحط لكم الكيو ار كود بتاع الفيديوز اللي هتسمعوا فيها مستر كارتيك، اوكي، عشان تسمعوا منه هو بيتكلم عن نفسه بيقول ايه. الارتفيشال انتليجنس يا اولاد اول حاجه ركز عليها، هي بالنسبه لي ريفيرز تو ماشينز اند سيستم ذات كان دو تاسكس ريكوايرنج، يعني انا بتكلم عن الماشينز والسيستم ذات كان دو تاسكس ريكوايرنج هيومن ليفل انتليجنس. هيومن ليفل انتليجنس يعني ايه يا مس؟ يعني انا عايزه برامج، عايزه الات تشتغل بنفس معدل ذكاء الانسان. هو ده المقصود بالارتفيشال انتليجنس، يعني اكن انسان هو اللي بيعمل الكلام ده. الارتفيشال انتليجنس اللي هو الاي اي، وانس ان انت يو فايند ذا وورد اي اي يبقى ده الارتفيشال انتليجنس. المقصود بيه تو ريفيرز تو ماشينز اند سيستم، ده هو ليه ديفينيشنز كتير باي ذا واي، بس ذس از ذا ايه سمبلست وان، اوكي؟ تو ماشينز اند سيستم ذات كان دو تاسكس ريكوايرنج هيومن ليفل انتليجنس. انا عايز برامج، عايز ماشين تعمل بالظبط اللي الانسان بيعمله، زي في الديزاين. الناس في الديزاين كانوا لازم يتعلموا الفوتوشوب بالتفاصيل وبالديتيلز، وليه تولز كتير جدا، ومش كل الناس بتبقى بيرفكت بنفس المستوى او نفس الليفل. دلوقتي انا بسهوله جدا عندي ويب سايتس كتير بتشتغل بالاي اي، انا بقول له الديسكريبشن او مواصفات الصوره اللي انا عايزاها، ومجرد ان انا بكتب المواصفات كامله وعلى حسب كتابتي لدقه المواصفات دي بيطلع لي الديزاين كامل من غير اي مجهود. البرامج بتاعت الاي اي دي او الماشينز بتاعت الاي اي اللي احنا قلنا بقى بتشتغل بنفس الليفل بتاعت الهيومن انتليجنت، يعني توصل لذكاء الانسان، اوكي؟ بنحاول كل يوم بيحاولوا يعلوا منها عشان تشتغل بنفس المعدل الذكاء اللي عند الانسان. تقدر تحللي مشاكل كتير، تقدر كمان تعمل مهام وتدرك انت عايز ايه فتعمله، يعني انا ممكن بس اكتب سبيتش او اكتب دوكيمنت، اكتب موضوع، وتلاقيكم بتشوفوها دلوقتي على الفيسبوك، فتلاقي صوره بتتكلم، هي الصوره دي للشخص اصلا، لصوره الشخص الحقيقيه،
دي صورة معمولة أصلا بالارتفيشال انتليجنس، معمولة على الاي اي، بيكتبوا مواصفات الشخص، وهو بعد كده الويب سايت بيطلع لي صورة الشخص ده عشان تلاقوه هو اللي بيتكلم وبيتكلم عن نفسه، وبكتب له نص وبدخل النص ده على ويب سايت تاني خاص برضو بالاي اي، يطلع لي ساوند بيتكلم، وبيتكلم سواء انجليش، هو يمكن العربي بيبقى احتاج ان هو يبقى يعني متشكل وليه حاجات تانية، بس هو بيرفكت قوي في الانجليش، وتبص تلاقي الصورة بتتكلم عن نفسها. كل ده بيتعمل بالاي اي، يعني الانسان ما بيتعبش في اي حاجة. انت ممكن تلاقي الشات جي بي تي لو سمعته عنه، تقول له انا عايز اكتب لي السيرة الذاتية مثلا بتاع مستر كارتيك، وبعد كده اخدها اعمل الديزاين بتاع الصورة بتاعته، وبعد كده ادخلها على بلاتفورم تاني، ويب سايت تاني، اقول له انا عايز الكلام ده يتقال بصوت شخص، واركب ده كله على بعضه في فيديو. ففي الاخر ما بذلتش مجهود كبير او الوقت اللي المفروض نعمله عشان نطلع فيديو زي ده. دي القصة بتاع الارتفيشال انتليجنس. يبقى الارتفيشال انتليجنس اللي انا عايزاكم تفهموه عنه ان هو ماشينز او سيستم او بروجرامز بتعمل دو تاسكس ريكوايرنج هيومن ليفل انتليجنس، زي ما يكون الانسان هو اللي بيعملها بالظبط. وهتلاقيكم شفتوا في بعض الافلام الاجنبيه تلاقوا العربيات بتمشي بالكمبيوتر، ما عادش في حد، ما فيش درايفر اصلا في العربيه وهي ماشيه. ما ده شكل من اشكال الارتفيشال انتليجنس. دي دراسه اللي مركز عليها مستر كارتيك معانا، وكمان انا قلت لكم ان هو caring about the reaction between people and the computer. طيب يا ترى الراجل ده عمل ايه؟ دي الدراسه بتاعته، وقلنا هو from India. هو عمل ايه بقى عشان يبقى معانا ويبقى active explorer؟ he creates application that provides access to visual content to، بصوا بقى بركز على مين، blind and visual impaired. blind and visual impaired، البلايند بيبل ان هم الناس اللي ما بيشوفوش خالص، الفيجوالي امبيرد اللي هم الناس اللي عندهم مشكله شويه في النظر زي مستر كارتك. هو عنده مشكله في النظر شويه يا اولاد، يعني ما بيقدرش يشوف بشكل كامل، او عنده مشكله يعني ما اتذكرتش عندنا ايه تفاصيلها، ولكن هو من الناس اللي نقدر نقول عليهم فيجوالي امبيرد، عنده مشكله او ضعيف البصر. هو ابتدى بقى يعمل ابلكيشنز. ابلكيشنز يعني ايه؟ يعني برامج اقدر انزلها على الموبايل، اقدر انزلها على الايه، على التابلت. قلت كل البرامج اللي بتنزلها على الموبايل بنسميها ابلكيشن، زي الواتساب، زي الماسنجر، زي الزوم ابلكيشن اللي بتنزلوه على الموبايل، كل ما هو على الموبايل بنسميه ابلكيشن. اذا هو برنامج بستخدمه على الموبايل او الكمبيوتر بنسميه ايه؟ ابلكيشن. هو عمل ابلكيشن تو هيلب بلايند اند فيجوالي امبيرد. طيب الاب ده او الفانكشن بتاع الابلكيشن ده بيعمل ايه؟ الي كونفرتس جرافز انتو اوديو فريكوانسز. كونفرتس جرافز انتو اوديو فريكوانسز يعني ايه يا مس؟ فاكرين الجراف؟ الجراف يا اولاد اللي هو التشارتس. التشارتس معمول عشان اقدر اعمل كومبيرنج بين الريزلت بسهوله جدا، يعني جاست يو لوك او يو سي ذا جراف، you can find the highest one, the lowest one. الكلام ده كله أقدر أعرفه من مجرد النظر للجراف. طب البلايند بيبل أو الناس اللي عندها visually impaired هي مش هتقدر تشوف الجراف. فمستر كارتك عمل معنا إيه؟ عمل application يساعد الناس دي. إزاي بقى؟ إيه الفونكشن بتاع الابليكيشن؟ الابليكيشن هيحول الجراف اللي انتوا شايفينه ده to audio frequencies، يعني ترددات صوتية، يعني الساوند من الآخر. audio frequencies يعني تردد صوتي، يعني هيخليه صوت، يعني مجرد الابليكيشن ده مجرد ما يدخل عليه التشارت او الجراف هيبدا يقول المعلومات اللي فيه، يعني مين ذا هايست، هيقول كل الكومبيرنج وكل الانفورميشن اللي موجوده في الجرافز، بس هيقولها بصوت. فكده الناس اللي هي عندها مشكله ومش قادره تشوف الجراف هتقدر تعرف المعلومات اللي فيه. فبيقول لي allow the listeners to hear the difference in information in the graph. مش احنا قلنا ان الجراف ده عباره عن comparing difference information، فهو الابلكيشن ده هيساعدهم to listen to hear the difference in information in the graph. والله الراجل ده هدفه نبيل جدا، هو حاسس بمشكلته فبيساعد حتى الناس اللي عندها مشكله اكبر منه. he creates application to a provide access to visual content to the blind people. اي حاجه المفروض ان الناس دي مش هتعرفها غير انها تشوفها هيحولها لهم لايه؟ تحديدا الجرافز، هيحولها لها الاوديو. ماشي يا مس؟
He has worked on projects with over 20 universities and corporations. الراجل ده اشتغل على مشاريع مع أكتر من 20 جامعة وشركة، يعني شركات كتير وجامعات كتير. وطبعا كل البروجكتس دي to help blind and visually impaired people، كل المشاريع دي لخدمه الناس ال people of determination بشكل عام، وتحديدا بشكل خاص ال blind people. عمل ايه تاني؟ he co-founded، co-founded يعني هو شارك في تأسيس حاجه، co-founded istemai.com. istemai.com ده ويب سايت حبايبي او بلاتفورم، الويب سايت ده هنعرف كل التفاصيل عنه دلوقتي. يبقى تاني معلش كده نراجع مستر كارتك عمل ايه. خدوا بالكو ان الزوم هيفصل، ولما يفصل هنرجع بعد دقيقتين اتنين بالظبط، يعني وانس ان انتوا طلعتوا رجعوا تاني من نفس اللينك. اوكي ان شاء الله على الاسبوع الجاي في برنامج جديد اكون بس زبطت الدنيا، مش هيفصل معانا بدل الزوم، اتاكد بس انه هيبقى سهل الاستخدام معاكم ونستخدمه بدل الزوم بامر الله. تاني بنسترجع مع بعض، يبقى creates app، he worked on a lot of or many projects. He impacted over 12,000 people of determination worldwide. يعني في حوالي 12,000 من الناس اللي هم people of determination بيساعدهم حوالين العالم كله. اوكي. وكمان he co-founded istemai.com، عمل او اسس موقع istemai.com، وده هنتعرف يعني ايه الاي ستيم ده. الاي ستيم ده كان بروجكت كامل او ويب سايت كامل هو شارك فيه to help people of determination، وقصة الويب سايت دي كاملة هنتعرف عليها. بس الزوم هيفصل فانا هفصله عشان نبدأ الاي ستيم من بداية السيشن، يعني الجزء الثاني من السيشن. ورجعنا تاني يا ولاد. يبقى مستر كارتك ساوني عمل ايه يا مس؟ عمل ابلكيشن تو تشينج جرافز انتو اوديو. عمل ايه تاني؟ وركد اون ا لوت اوف بروجكتس. كمان هالبت مور ذان 12,000 بيبل اوف ديترمينيشن اول اوفر ذا وورلد. وكمان كو اوردينيت او ساعد او شارك في اسس ايه البلاتفورم اللي هي اسمها اي ستيم اللي قدامنا اللوجو بتاعها ده. طب بيعمل ايه يا مس البلاتفورم ده او الويب سايت ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. istemai.com it's a platform for a and it's كمان يا ولاد an initiative an initiative يعني مبادرة. دي كانت مبادرة عشان blind people أو people of determination بشكل عام. إيه بقى المبادرة اللي عملها دي؟ to create istemai.com اللي هو الIM أو istem كلهم نفس المسمى للبلاتفورم. طب البلاتفورم دي بتعمل إيه؟ أول حاجة includes mentorship and employment opportunities for people of determination. تانية مس includes mentorship and employment opportunities for people of determination. يعني هو عمل الموقع ده ولاد خصيصا عشان يبقى بمثابة فرصة انه يرشد الناس اللي هي عندها مشكلة او اللي بنقول عليهم اصحاب الهمم او اللي عندهم مشكلة ان هم يلاقوا فرص عمل. يعني الويب سايت ده معمول عشان الناس دي يتعمل الشركات تبدأ تعرض فرص عمل للناس دي على الويب سايت ده أو على البلاتفورم ده، فالناس تبدأ اللي هم people of determination زي حاجة special ليهم أو حاجة مخصصة ليهم، لأن طبعا هم بيعانوا أو بيلاقوا في صعوبة إنهم يلاقوا فرصة شغل. فعشان كده عمل الويب سايت ده. طيب بيعمل إيه تاني؟ قال helps over 1 billion people of determination worldwide. ده انتم متخيلين الويب سايت او البلاتفورم ده وصل ان هو تقريبا بيخدم اكتر من 1 billion people of determination، عدد كبير جدا، يعني ده عدد كبير جدا، فاكتر من مليار شخص حوالين العالم كله. طيب بيعمل ايه تاني برضو البلاتفورم ده؟ قال provide software that it changes digital text into format that can be easily used to used by the blind and visually impaired. يعني ايه مس؟ مش فاهم انا. يعني من خلال البلاتفورم او من خلال الويب سايت اللي احنا قلنا عليه الاي ام، اوكي، بروفايد سوفت وير، عليه برامج يا اولاد تشينج ديجيتال تكست. اي ويب سايت بنفتحه بيبقى عليه كلام، بيبقى عليه تكست، هو بقى عليه برامج من خلال الويب سايت ده تو تشينج الديجيتال تكست دي، اي نص موجود على الويب سايت، انتو فورمات ذات كان بي ايزلي يوزد،
for blind and visually impaired. يعني من الآخر هتحولها لإيه؟ أكيد لساوند، يعني هتحولها لساوند أو هتحولها لبرنامج يقدر يقرأ له، يقدر يقرأ للناس اللي عندها مشكلة أو البلايند بيبل. برضو إزاي؟ أنا مش فاهم. طب راجع معايا كده، إحنا قلنا الويب سايت ده بيقدم إيه؟ بيقدم opportunities أو بيقدم فرص to إيه؟ to get jobs for blind people أو people of determination بشكل عام، هو مش للبلايند بس، أوكي؟ طيب هم عشان يلاقوا فرص شغل يا مس، كمان بيخدم أكتر من 1 بليون، أكتر من مليار شخص. طب بيعمل ايه كمان؟ provide software exchange digital text into format can be easily used. طيب بيعمل لها change ازاي يا مس؟ اقول لك هاو. فبيقول لي if a person can't read a text، يعني لو دخل على الويب سايت ده شخص او people of determination blind ومش عارف يقرا، يعمل ايه؟ قال لي طيب اول خطوه يعملها upload the text to the website. هتقولي يا مس وهو هيعمل ابلود ازاي؟ لا، ما الناس دي بيبقى عندها تولز، يعني بيستخدم البرايل ميثود مثلا اللي هي بتحول له الكلام لصوت، اللي هي عندها الحروف بارزه، اوكي؟ فاحنا باخدين الكلام ده فورس برايمري، فهم عندهم التولز بتاعتهم اللي بيستخدموها. الله اكبر، الله اعظم. تمام يا اولاد، اول خطوه بيعملها ابلود ذا تكست تو ذا ويب سايت. اللي عنده اي سؤال وانا شغاله raise your hand على طول، هشوف الساين فأوقف شرح. تاني خطوة بعد ما يعمل upload للtext on the website، لأن الويب سايت عليه software، software يعني برامج. The software converts the file into Word document. صوتي واضح ولا الأذان عامل مشكلة؟ أستنى الأذان. لا واضح. طيب. واضح. The software converts the file into Word document. يبقى أول خطوة هيعملها البلايند هيرفع التكست على الويب سايت. Then the second the software converts، احنا قلنا كده كده في سوفت وير على الويب سايت، will convert يعني هيحول the file into Word document. الوورد دوكيمنت يعني فايل الوورد اللي خدناه في برنامج مايكروسوفت وورد قبل كده في فورث وفيفث برايمري. ماشي يا مس. وبعدين a few minutes later، اول ما بيعمل كده، اول ما يرفع التكست للويب سايت وبيبدا الويب سايت يعمل السوفت وير يحولها له الوورد دوكيمنت، يدوب a few minutes later وايه اللي بيحصل؟ listen to the text using screen reader. يقدر الشخص بقى دلوقتي يسمع التكست ايا كان using screen reader. automatically reads. ايه السكرين ريدر ده يا مس؟ ده تول اي سي تي تولز اخذناها قبل كده للبيبل اوف ديترمينيشن. automatically reads text loud، بيقرا على طول اي تكست على السكرين بصوت عالي. تاني يا اولاد الستبس دي مهمه. first step upload the text to the website، then the software will convert the file into word document، then listen to the text using screen reader. طب الراجل ده عمل حاجات فعلا يعني helpful جدا لpeople of determination، يعني عمل لهم application وساعد في إنشاء ويب سايت مهم زي ده، وكمان بيساعد كل الشركات والجامعات في أي حاجة تساعد people of determination. في حوالي مليار شخص بيتابعوا all over the world، ده حاجة كويسة جدا. طيب معقولة بقى يا مس هو بيعمل الكلام ده كله لوحده؟ يعني مستر كارتيك ساوني ده يعني مارد للدرجة دي؟ لا، هو أكيد ما بيعملش كل الكلام ده لوحده، بس لازم يكون عندك البداية. يعني لما ماما تلاقيك أنت بتشتغل على نفسك وبتذاكر وهتلاقيها بتشجعك وتقول لك أنا أنت تعبت وطلعت إكسلنت أو طلعت الفيرست السنة دي، فتلاقي ماما جايبة لك هدية جميلة. هي ماما بتعمل كده encourage support، فماما معاك طول الوقت. برضو مستر كارتك معاه ناس بتساعده. مين بقى الناس دي؟ أول حاجة الجوفرنمنتس، الحكومات. الراجل ده ما بيشتغلش لنفسه بس، لا ده بيشتغل لشريحة كبيرة من المجتمع موجودة. فاحنا we will help، فالgovernment help مستر A كارتك مع الشغل بتاعه. فانت لما تلاقي مساندة من الحكومة عشان تسهل إجراءات وتسهل حاجات كتير. technical universities، بعض الجامعات المتخصصة بنقول عليها التقنية، يعني اللي هي cares about computer and technology. في جامعات متخصصة في التكنولوجي، في جامعات متخصصة في التكنولوجي فبتساعده support. يعني
كمان بيقول لي هو working closely، الناس دي بتشتغل بيشتغل قريب منهم كمان الكوربريشنز او الشركات. بعض الشركات تقول لي وهي ايه الشركات اللي ممكن تساعد؟ هي مش في شركات هي اللي مسؤوله عن انتاج التولز او الاي سي تي تولز هيلب بيبل اوف ديترمينيشن، يعني سواء ايا كان نوع بقى المشكله، سواء كانت فيزيكال او ما بيسمعش ما بيشوفش وات ايفر، مش في شركات اصلا. يعني طبعا هو في تايبس كتير في الشركات، ولكن مش في شركات اصلا هي اللي بتنتج التولز دي وبتصنعها وعندها مصانع للكلام ده. فمن مصلحتهم ان بيبقى في شخص بيوجه الناس لاستخدام التكنولوجي تولز دي فتعمل مبيعات اكتر. يبقى دي كلهم سبورتنج لمستر مين؟ كارتيك معانا. ايه تاني يا مس؟ في حد تاني بيساعده؟ اه طبعا في منظمات عالميه بتساعده. دي منظمه للامم المتحده معروفه باسم صندوق الامم المتحده للاطفال، وهي كيرنج ويز تشيلدرن، اوكي كيرنج اباوت تشيلدرن، مسؤوله انها توفر الاكل يعني او الغذاء والرعايه الصحيه في حالات، في بلاد بيحصل فيها مشاكل، في بلاد بتتدمر، فهم كيرنج اباوت ذا تشيلدرن. فبيقول لي ودي كانت سنه 1946، يعني قديمه جدا المنظمه دي. اوكي فاليونيسيف دي احد المنظمات او الاورجنايزيشن سبورت مستر كارتيك معانا، فواخد مسانده من منظمات كبيره جدا. مش بس كده، كمان واخد مسانده قويه جدا من شركه مايكروسوفت. يا بختك يا مستر كارتيك، واخد مسانده كبيره جدا من شركه مايكروسوفت. شركه مايكروسوفت من اكبر الشركات في التكنولوجي بروجرامز اند سوفت وير، سواء هارد وير او سوفت وير اساسا، بس هي تحديدا يعني اظهرت حاجات في الهاردوير، بس هي اساسها اصلا السوفت وير البروجرامز والابلكيشن. اكبر شركه في العالم للتشغيل البرامج وتطبيقات الابلكيشنز اللي على الموبايل يا اولاد. كل مجموعه الاوفيس اللي احنا عدت علينا في فورث وفيفث برايمري، مايكروسوفت باوربوينت اكسل وورد، دي كانت شركه مايكروسوفت. وكمان سبورتنج فروم ناشونال جيوغرافيك، طبعا هو اكتيف اكسبلورر ويز ناشونال جيوغرافيك، فاكيد ذا فيرست سبورت فروم ذا جلوبال نون بروفيت اورجانيزيشن، تهتم بايه؟ اكسبلورنج هيستوري اند ساينس اند اولسو اول تكنولوجيز بيبل اراوند ذا وورلد. ناشونال جيوغرافيك يا اولاد، اي شخص بيعمل انجاز بالتكنولوجي، اي عالم بيفيد الناس زي ما بيقولوا، او اي حاجه جديده فور اول سوسايتي، فعلى طول بيتواصلوا معاه، فطبعا واخد سبورت من ناشونال جيوغرافيك. يبقى مستر كارتيك مش لوحده، هو سبورت فروم ميني اورجانيزيشنز. اند ايه كمان افكركم؟ اهو قلنا الجفرمنت والتكنيكال يونيفرسيتيز والكوربريشنز، وكمان معاه اليونيسيف، ومعاه المايكروسوفت، ومعاه كمان ناشونال جيوغرافيك. كل دول بيساندوه في الرحلة بتاعته to help people of determination. لحد الجزئية دي الدنيا واضحة؟ حد عنده سؤال؟ حد وقع مني؟ درس طويل. ها دنيا تمام يا ولاد؟ حد يقول لي احنا ماشيين كويس؟ حد يقول لي يا مس بالراحة؟ ها احنا لسه في اول سيشن كده، فعايزة اشوف الناس فايقة ومركزة معايا ولا ايه؟ كله اوكي تمام اوكي تمام تمام يا حبيبي اوكي. طيب ننقل بقى نكمل مع مستر كارتيك. اوكي اوكي تعالوا نشوف بقى الانيشيتيف بتاع مستر كاتريك دي عملت ايه. هي طبعا ليها بوزيتيف رول الانيشيتيف، يعني المبادره اللي هو عملها، وخصوصا لما شارك في البلاتفورم اي ستيم اي اي دوت كوم او الاي ام. هي طبعا هذا بوزيتيف رول فور بيبل اوف ديترمينيشن. اكيد يا مس عملت مساعده كبيره قوي مع الناس اللي هم عندهم مشكله. طيب makes the service and the venues of the organization more accessible. يعني لما مستر كارتيك عمل يا اولاد الويب سايت ده، سهل قوي ان خدمات الشركات accessible والمنظمات تبقى متاحه للناس دي people of determination.
يعني الشركات دي عندها استعداد او في اماكن او في وظائف تسمح ان شخص مثلا زي اللي في الصوره ده هو بيستخدم الكرسي، بس هي كان يوز هيز هاندز، يعني بيشتغل بايديه، ففي جوب او في وظيفه مكتبيه، فانا اقدر استقبل عليها حد من الناس دي، بيبل اوف ديترمينيشن. فالويب سايت ده عمل تجمع ان كل خدمات الشركات والمنظمات تبقى ايه اكسسبل، يعني افيلبل فور بيبل اوف ديترمينيشن. دي اول حاجه يعني من الفوائد اللي استفدنا منها من الانيشيتيف اللي عملها مستر كارتي. طب عمل ايه تاني؟ بيبل اوف ديترمينيشن جيت هيلب باي. الناس دي بقى بيبل اوف ديترمينيشن اول ما بيخشوا على الويب سايت عشان يقدروا يشتغلوا يعملوا ايه؟ ازاي يقدروا يتواصلوا مع البلاتفورم دي وازاي يقدروا يشتغلوا؟ قال لي اول حاجه رايتنج ريزيوم، لازم يكتبوا سي في. طيب الخطوه الثانيه، وده متاح من خلال الويب سايت، جوب انترفيو بريبريشن، يبداوا يعدوا او هيلاقوا اللي بيساعدهم عشان يعدوا للانترفيو. وخدوا بالكم تالت حاجه، قال لي بريبير كارير ريليتد كويستشن فروم فالنتير مينيتور. هو اصلا اللي بيساعدهم في الكلام ده كله فالنتير مينيتور، فاكرين المينيتور او المينتورنج اللي هو الشخص اللي عنده اكسبيرينس وبيدرب الناس، فاحنا عندنا فالنتير يعني متطوعين، يعني مستر كارتك يعتبر متطوع اصلا، ففي ناس زيه كتير، وممكن يكونوا ناس على فكره ما عندهمش مشكله اصلا، يعني ما يكونوش people of determination، بس هم متطوعين لخدمة الناس، في ناس كده بتحب تساعد غيرها. ففي عندي volunteer بيعمل إيه؟ بيساعد الناس دي to write resume to make job interview preparation، يساعدك في إنك تحضر للمقابلة. ما هي الشركة برضو ماشي، هي الويب سايت معمول to help people of determination، بس ال people of determination دي have many different skills، في حد شاطر، في حد مش شاطر، في حد اصلا مطور نفسه مع التكنولوجي، في حد ما بيعرفش يستخدم التكنولوجي تولز، فطبعا الشركات هتختار الانسب والافضل بالنسبه لها. فلازم يبقى عندي ترتيب للانترفيو، كمان حد بيساعده، يا ترى ايه الاسئله اللي ممكن في الانترفيو او الميتنج اللي الشركه هتعملها معايا اقدر اجاوبها عشان اقدر احصل على تو جيت ذا جوب ات ذا اند. فده اللي بيساعدوا عليه الفالنتير مينيتورز اون ذا ايه بلاتفورم. كمان job seekers can upload resumes to the partner company's site. انت حضرتك بقى لو بتدور على وظيفة، يلا upload الريزيوم بتاعتك، ارفع الريزيوم بتاعتك للشركات اللي بتدور على ناس تشتغل. human resource department will review the resumes for consideration. في ناس مسؤولة human resource department اللي هم بنسميهم ال HR، اللي هم مسؤولين في اي شركة او مدرسة او مصنع او اي مكان عن التوظيف، اللي هم بيشوفوا السي فيهات بتاعه الناس ويبتدوا يوصلوها لمديرين الشركات عشان او مديرين الاقسام عشان يختاروا افضل شخص بالنسبه لهم في الوظيفه. فانت بس كل المطلوب منك ابلود ذا ريزيوم اللي هي السي في، السي في اللي بيبقى مكتوب فيها يا اولاد بياناتي، تليفوني، الاكسبيرينس بتاعتي، شهاداتي، الكورسات اللي انا اشتغلت عليها. وطبعا لو هو بيبل اوف ديترمينيشن لازم يكتب برضو المشكله بتاعته ايه عشان يتم اختياره لانسب وظيفه. كل الكلام ده انا هعمله من خلال الاي ام او الاي ستيم اي اي دوت كوم اللي هو البلاتفورم او الويب سايت. اذا الويب سايت ده ليه فايده مهمه كبيره جدا للبيبل اوف ديترمينيشن، ويقدر يساعدهم انه لو انا معايا فالنتير او متطوع يقدر يعلمهم ازاي، او يقدر يساعدهم في انهم يكتبوا الريزيوم او السي في، بعد كده يحضرهم تو انترفيو بريبريشن ليها تحضيرات، المفروض ابقى مجهز ايه، المفروض لو انا هفتح الكاميرا يبقى يونيفورم بتاعه ايه، في بعض الحاجات اللي لازم يتعلموها عشان يبقوا جاهزين للانترفيو. بعد كده ايه يا ترى الاسئله اللي لو انا مقدم في الوظيفه دي ممكن يسالها لي المدير بتاع الوظيفه دي؟ يس، حد عايز يقول حاجه يا اولاد؟ الصوت عندي بيقطع. الصوت بيقطع، في حد الصوت عنده بيقطع تاني؟ طيب مين اللي عنده الصوت بيقطع؟ ايميلي، يبقى تشيك يور انترنت يا ايميلي، ما دام الناس كلها الباقيين ما عندهمش تقطيع يبقى من النت من عندك يا قلبي. لو في حد فاتح انترنت معاكي في البيت يا ريت تستأذني انه يقفل عشان الصوت ما يقطعش عندك. اوكي؟ طيب يا قلبي. اوكي. waiting for you، مش هنقول حاجة جديدة على ما ترجع. وكمان يا اولاد اخر بوينت قلناها كانت معانا ايميلي فيها،
ان بعد كده على طول انت بس ابلود الريزيوم، يرفعوا السي في بتاعتهم، والهيومن ريسورس ديبارتمنت هيعمل ريفيو، يعني هيبدا يوصل الريزيوم بتاعتك، يعمل استكشاف للسي في دي، ويبتدي يحط الكونسيدريشن بتاعته السي في دي افضل او السيتابل جوب فور ذيس ريزيوم ايه، ويبتدي يوجهها للشركه او للمكان اللي المفروض تلاقي فرصه شغل معاه. ماشي يا مس. مستر كارتك عمل شغل كبير جدا في بيبل اوف ديترمينيشن. طيب تعالوا نكمل نشوف. الراجل ده بقى عشان يعني المجهود الفظيع اللي هو عمله، مش هنسيبه كده يعني، الناس والدولة مش هتسيب راجل زي ده عمال يساعد بيبل اوف ديترمينيشن وبيعمل انجازات كبيرة زي دي وما نكرموش من الاخر. يعني زي ما بنقول كده، لما بنسمع كلمة شكرا بس حتى لو احنا مش منتظرينها، بس بتفرق، شخص بتفرق مع الناس. فكمان الأورد أو الريكورد أو إن هم يهنوه أو يدوله جايزة حتى لو معنوية، ده بيفرق جدا. طب هم أصلا ليه هيدوله مكافآت أو أوردز يا مس؟ لأن he has worked on projects with over 20 university. الراجل ده اشتغل مع أكتر من 20 جامعة وشركة، كمان impacted over 12,000 people of determination، في أكتر من 12,000 شخص هو ساعدهم. عمل إيه كمان؟ احنا قلنا برضو من شوية بقى ان هو عمل حاجات كتير، عمل الويب سايت وعمل كمان الابليكيشن. اول جايزة خدها بقى ايه؟ The Queen's Young Leaders Award، ودي بنسميها ده اسم الجايزة بتاعته، The Queen's Young Leaders Award. دي جايزة في امريكا اسمها جايزة الملكة للقادة الشباب، اوكي. ولو انتوا عايزين تعرفوا ديتيلز اكتر عن الجايزه دي جايزه بيدوها للناس اللي هم شباب. انا قلت لكم مواليد 94، يعني مش كبير في السن، للناس اللي بتبقى مجتهده وبتعمل انجاز في مجال ما، فبيدوا له الجايزه دي. طبعا لها حيثيات كتير، بس ده ما يهمناش احنا، كل اللي يهمنا ان هو خد الجايزه دي. كمان خد جايزه The UN Young Leaders Award، ودي جايزه الامم المتحده للقاده الشباب. يعني في جايزتين اتنين، وفي والاتنين بيدوهم للشباب اللي هم بيعملوا انجاز او بيعملوا زي ما بيقولوا كده ريزلت اكبر من سنهم في وقت قصير. وده اللي عمله مستر ساوني معانا، لانه عمل انجاز كبير جدا رغم انه يعتبر عنده ولو اعاقه بسيطه، ولكن هو يعتبر من متحدي الاعاقه، فالشخص ده عمل انجاز كبير جدا. So we have two awards for Mr. ساوني اللي هم The Queen's Young Leaders Award and the UN أو Young Leaders Award. اوكي يا حبايبي، دول الجايزتين اللي حصل عليهم. طيب مصر بقى، يعني في كل الدنيا دي وما يبقى فيه تشجيع جدا كده ان تو هيلب بيبل اوف ديترمينيشن، والعالم كله بيكرم شخص زي ده وبيديله جوائز، فيا ترى دورنا في مصر بقى، دور مصر عملت ايه؟ تعالوا نشوف كده ذا رول ان ايجيبت. Egypt supports people of determination in many settings to assist the visually impaired. طيب خليكوا فاكرين، لو انت بصيت كده في المترو، لو انت بصيت في اماكن كتير، هتلاقي في الفتره الاخيره ابتدى يبقى فيه ساينز كتير او علامات بتشير ان الجزء ده لاصحاب الهمم، ان العربيه دي في المترو لاصحاب الهمم، ان الكرسي ده لاصحاب الهمم، ان السلم، وهكذا. في ساينز كتير انتوا لو ركزتوا حواليكوا دلوقتي وانتوا ماشيين في الشارع، هتلاقوا في اوقات كتير فعلا في ساينز خاصه بس بالبيبل اوف ديترمينيشن، وده من التوجات. وكمان بيقولوا ان مصر تحديدا الناس اللي هي الفيجوالي امبيرد او ضعاف البصر في اهتمام كبير بيهم جدا. فبيقول لي مثلا طه حسين، انتوا عارفين ان طه حسين ده نموذج عندنا في مصر من الشخصيات الرائده، الناس اللي هو كان عنده مشكله او ما بيقدرش يشوف، وطبعا اخذ جائزه نوبل في الادب اصلا، فيعتبر من متحدي الاعاقه اللي عمل انجاز رهيب. فهم في ايجيبت عملوا ايه؟ طه حسين لايبرري ان ذا نيو بيبليوتيك الكسندريا. في مكتبة طه حسين في اسكندرية، لو معانا حد من اسكندرية يقول لنا، انا يعني ما رحتهاش او ما عرفهاش. فبيقول ان جوه اللايبرري دي في سكانرز وذ سبيشال سوفت وير، هم حاطين جوه المكتبة دي يا اولاد سكانرز. عارفين فاكرين السكانرز يعني ايه؟ السكانر ده ديفايس ممكن نوصله بالكمبيوتر، ممكن يشتغل لوحده، اللي هو بحط الورقة اوكي
بيصور الورقة أو بيصور أي حاجة أنا بحطها، وبتطلع كديجيتال فايل، يعني بتتخزن على الكمبيوتر أز ديجيتال فايل، زي ما بنعمل زي ما بنعمل من الموبايل دلوقتي. ما كانش السكانر أو الموبايل بقى بالأبليكيشن الحديثة بتاعته دلوقتي بقت موجودة. دلوقتي كلنا عندنا الأبليكيشن سكانر ده على الموبايل، أي ورقة ممكن أصورها عادي يا مس وأسحبها زي السكانر. بيقولوا كنا بنقول نسحبها على السكانر، كان زمان ما فيش الأوبشنز دي على الموبايل، فكنا كلنا بنقعد ندور على جهاز السكانر ده عشان لو معانا كتاب وعايزين نقلبه لبي دي اف فنروح نسحبه على السكانر ده، بيعمل لي صورة منه كده ويقلبه لي كبي دي اف أو يحول لي الورقة لصورة. فهم بقى في المكتبة دي، مكتبة طه حسين، عاملين إيه؟ عاملين سكانرز وذ سبيشال سوفت وير، عليها برامج معينة. سوفت وير دي برامج بتعمل إيه؟ كونفيرت برينتد تكست انتو اوديو. الله، يعني يا مس الناس اللي ما بتشوفش او الناس البلايند بيبل او الفيجوالي امبيرد يقدروا يخشوا المكتبه ويسمعوا الكتب اللي الناس قاعده تقراها؟ ايوه، اي كتاب هو عايزه هو بس هيتحط على السكانر ده، فالسكانر ده على طول، واكيد في حد هيلبنج. اوكي، عشان حد يقول لي طب لو بلايند بس هيعمل كده ازاي؟ اكيد في حد ريسبونسبل ويقدر يساعد ان هو الكتاب ده يعمله له كونفيرت برينت تكست انتو اوديو. اي كتاب مطبوع في المكتبه هم حاطين سكانر ويز سكانر ويز سبيشال سوفت وير تو كونفيرت برينت تكست انتو اوديو. مفهومه دي يا اولاد؟ طيب ايه تاني؟ سكولرشيبس. مصر عامله منح دراسيه كتير، and special opportunities are offered to to gifted individuals. يعني لما بيلاقوا اشخاص عندهم زي ما بيقولوا كده اللي هو ايه ميريكل بقى، زي الميريكل تشايلد، الطفله المعجزه اللي هي رانيا صلاح هنتكلم عنها دلوقتي، لما بيلاقوا شخص عنده موهبه هم مقدمين سكولرشيبس، يعني منح دراسيه، يعني انت تدرس من غير ما تدفع اي تكاليف. اوكي، الدوله هي اللي تتكفل بكل حاجه، تمام، وخصوصا للناس اللي هم التالنت، الناس اللي هم المميزين. زي عندنا جايب لي عندي ميريكال تشايلد، الطفله المعجزه. مين الطفله المعجزه دي؟ دي طفله اسمها رانيا صلاح، هو از تالنت، ممكن تعملوا سيرش عليها على اليوتيوب، وهي كمبيوتر بروجرامر ويز داون سيندروم. سيندروم يعني ايه يا مس؟ داون سيندروم. الطفله دي يا اولاد طفله موهوبه جدا جدا جدا. ليه؟ لان هي اصبحت مبرمجه كمبيوتر وهي معاها مش يعني مش قادره اقول مرض، لان انا برضو مش هقدر اقول لكم ايه، بس بنسمع عنه كلنا، اسمها متلازمه داون. ومتلازمه داون دي بتبقى حاجه وراثيه، الشخص ملوش يد فيها، وبتبقى ان الشخص ده عنده من الكروموسوم 21 ده، يعني نسبه زياده في الصفات الوراثيه بتاعته بتخلي الشخص ده او الطفل ده ليه سمات معينه وليه طريقه تعلم معينه. حتى ممكن انتوا لو عملتوا سيرش على الانترنت على متلازمه داون ده هيجيب لكم اشكال ناس كتير، وتعرفوا لو انتوا حابين تعرفوا معلومات اكتر. الفكره ان ده مرض وراثي او حاجه وراثيه، الطفل ملوش ذنب فيها، بس بعض الاطفال اللي بيبقى عندهم الحاله دي بيبقوا سبحان الله عندهم موهبه في حاجه معينه تفوق اللي هو النورمال، تفوق الولاد العاديين. منهم ميريكال تشايلد رانيا صلاح، دي طفله معجزه عندنا في مصر، اتعمل لها سكولرشيبس يعني منح دراسيه مجانيه، لان هي تالنت كمبيوتر بروجرامرز، هي قدرت ان هي تكون من البروجرامرز المميزين جدا، يعني تقدر تعمل برامج، تقدر تعمل ويب سايتس، مبرمجه يا اولاد يعني بروجرامر، وستالنت تالنت يعني مميزه جدا جدا. اوكي، دي تاني حاجه عملتها مصر غير انها وفرت السبيشال سوفت وير في مكتبه طه حسين. كمان عملت سكولرشيبس للناس اللي هم التالنت زي رانيا صلاح. ماشي. In 2022 سنه 2022 ايجيبت launched several initiatives to empower over 20 million Egyptians who are people of determination. يعني حضراتكم الكلام ده قريب في 2022 ابتدت مصر تتدعم العديد من المبادرات اللي بتشجع بيها تشغيل او ايجاد فرص عمل للبيبل اوف ديترمينيشن، الناس اللي هم اصحاب الهمم.
بانها توجه المؤسسات وتعمل تسهيلات للمؤسسات دي يا اولاد والشركات انهم يعملوا. وفي بعض الشركات وفي بعض الحاجات بيبقى مفروض عليهم ان في نسبه من اصحاب يعني اصحاب الهمم او البيبل اوف ديترمينيشن ان هم يشتغلوا. يعني اي منظمه او اي شركه لازم يكون عندها عدد معين من البيبل اوف ديترمينيشن لهم الاولويه في التشغيل او في التوظيف. في المدارس هتلاقوا برضو في الكلاسز في نسبه لازم من البيبل اوف ديترمينيشن تلاقوها موجوده في الكلاسز عادي، ما دامت المشكله اللي عنده تسمح له ان هو يبقى في الكلاس ويستوعب مع نفس الطلبه، ما عندوش مشكله ملهاش علاقه بمستواه العقلي يعني. فهو اساسا من الشروط اللي الدوله بتعملها وبتفرضها وبتوجه المؤسسات ليها ان لازم يبقى عندك نسبه في التعيين بتاعك في الوظائف اللي عندك people of determination. فدي initiatives مبادرات قامت بيها الدوله وكانت كتير جدا ونشطتها starting من 2022. وال guide organization ابتدت توجه المنظمات to integrate employees of determination in the workforce and create job opportunities. ابتدت الحكومه توجه وترشد وتصر على دمج اصحاب الهمم دول، او ان احنا ندخل زي ما بقول لكم كده فرص للبيبل اوف ديترمينيشن ان اول كومبانيز. لازم كل شركه يبقى عندك نسبه لو سمحت من بيبل اوف ديترمينيشن، لازم يكون عندك واحد او اثنين او ثلاثه وات ايفر بقى، انا مش عارفه النسبه بالظبط، ممكن تكون 5%. المهم ان التعيينات بتاعته لازم تشتمل على اصحاب الهمم. كده باختصار الدور بتاع مصر او ايجيبت رول. مكتبة طه حسين، اوكي، save the scanners with special software to convert printed text into audio. Scholarship for talent like Rania Salah, the miracle child, and several initiatives to integrate employees of determination. تمام يا ولاد؟ حد عنده مشكلة في البوينت دي؟ لا. اوكي. ده لسه ما خلصوش. اوكي سوري، انا افتكرت ان احنا الدور بتاع مصر خلص. لا، باقي عندي كمان the ministry of manpower sorry the ministry of manpower is developing programs. manpower اللي هي القوى العامله اللي هي المسؤوله عن التوظيف اساسا. is developing programs that educates and train people of determination for the job market. يعني مش بس كل اللي حصل ده، ده كمان وزارة القوى العاملة the Ministry of Manpower is developing، عملت برامج عشان تدرب الناس دي. ما هو ممكن يكون عندي people of determination وسوق العمل محتاج ناس بتعرف مثلا تكتب على الوورد، محتاج ناس بتعرف تعمل سيرشنج، محتاج ناس بتعرف تعمل ديزاين. ما هي كل واحد على حسب المشكلة اللي عنده ممكن نوجهه لحاجة معينة. فابتدت القوى العاملة the Ministry of Manpower انها توجه او تعمل training people of determination عشان توجههم يا ولاد، او تعدهم او تجهزهم. يعني ما جيش اقول للشركه لا عينيهم فالشركه تقول هم ما بيقدروش يستخدموا الكمبيوتر، هم ما بيقدروش يعملوا سيرش، فلازم نبدا ندربهم ونوجههم to be qualified with the the job in the job market زي ما بيقولوا، عشان نقدر نلاقي لهم فرص عمل. يعني انا افرض على الشركات ان يبقى عنده نسبه من التوظيف للبيبل اوف ديترمينيشن، بس في المقابل كمان ابدا اجهز له الناس دي بيبل اوف ديترمينيشن واخليهم كواليفايد عشان اقدر الشركات تشغلهم، ما يبقاش عندهم مشكله. كارتك احنا قلنا عليه ان هو كمبيوتر اكسبيرت واشتغل ودرس كمبيوتر ساينس. هو كمان يا اولاد عمل هو بروجرامر، عشان كده هو قدر يشتغل في الويب، يعمل ويب سايت، يساعد في انشاء او تاسيس الويب سايت، وكمان عمل ابلكيشن. عموما انت عشان تعمل ويب سايت، السنه اللي فاتت خدنا درس في فيفث برايمري هاو تو كرييت ويب سايت يوزنج بلاتفورمز لايك وورد بريس. لو انتوا فاكرين استخدمنا الوورد بريس السنه اللي فاتت، او قلنا على الوورد بريس لان احنا ما بنشتغلش براكتيكال بالشكل المفروض يعني. فقلنا ان الوورد بريس هيلب يو تو كرييت ويب سايت. طيب انا ممكن استخدم الويب سايتس اوريدي تمبل اوريدي بلاتفورمز عشان اعمل ويب سايت، اعمل موقع، لكن ما بيبقاش بروفيشنال قوي زي ما اعمل انا الويب سايت بنفسي. طب اعمل ويب سايت بنفسي ازاي؟ من خلال بعض اللانجوج فور كرييتنج ويب سايت. زي ايه؟ دي بنسميها بروجرامنج لانجوج تو كرييت ويب سايت. لا، زي حاجات كتير قوي يا مس، زي ال HTML دي هايبر تكست مارك اب لانجوج، ده اختصارها يعني، هضيف لكم السلايد ده وهبعته ما تقلقوش. دي بتستخدم تو كرييت ويب سايت. طيب انا عندي اصلا نوعين من الويب سايت، static وديناميك.
استاتيك يعني ايه؟ خدوا بالكم الكلام ده اتكلمنا عنه شويه السنه اللي فاتت في درس الويب سايت. الاستاتيك يعني هي ويب سايت بتاخدوا منه انفورميشن بس، ما بيحتاجش ابديت كتير، نو no ابديت. ممكن اكون عامله ويب سايت اعرض فيه بس سيرتي الذاتيه، يعني معلومات وبيانات عندي جاست تو ريد مش اكتر، فده بنسميه ستاتيك. وال HTML هي من اسهل، هي سهله جدا في التعلم وبتتعامل كويس جدا مع انشاء الويب سايت. لكن بالنسبه للديناميك، الديناميك ده بقى يبقى فيه عندي انفورميشن ويبقى عندي داتابيز وبيحتاج ابديت كتير، زي ما مثلا بتبقى الويب سايت اللي بتملوا الفورم بتاعكم عليها بيطلب منكم اسمكم وبياناتكم، يعني في كونتاكت، يعني زي ما بيقولوا كده هات وخد، لكن مش جاست ريدنج يعني. فالديناميك ويب سايت او الديناميك بيجز دي انا بستخدم فيها اي ام اس، بستخدم فيها الجافا سكريبت، بستخدم فيها البي اتش بي، بستخدم فيها البايثون كمان، كل دي لغات احنا بنستخدمها. مستر كارتيك بيشتغل بالبايثون وبيشتغل بالسي بلس بلس، وفي لغه كمان انا مش فاكراها، بس اني anyway اللي يهمني ان احنا نبقى عارفين انه بيشتغل بالبايثون، يعني بيشتغل دايناميك ويب سايتس. اوكي، فكل ان انت تقدر تعمل ويب سايت سهل من خلال بلاتفورم زي الورد بريس تساعدك تمام، وزي الفل الناس اللي هي اصلا عايزه تشتغل بنفسها وما تدفعش فلوس، او ان انا اتعلم بروجرامنج لانجوج وابدا اشتغل الويب سايت بتاعي. احنا كده خلصنا شرح الدرس، الزوم هيفصل هنرجع تاني عشان هنحل على الدرس، هنحل شويه، واول ما الوقت بتاعنا يجي لو ما كملناش هيبقى الباقي معانا هومورك، فهنرجع تاني عشان نحل على الدرس، ولو حد عنده سؤال، لان الحل بيخليني اعمل تشيك اذا كنت يعني you understand the lesson ولا في اي نقطه واقعه مننا. تمام يا اولاد؟ معلش يعني نسيت افتح الريكورد. اوكي، ال HTML is used to create static. ليه؟ لان انا اصلا في الويب بيجز عموما عندي two types، dynamic و static. static web page just to preview information، انت ما بتحتاجش تعمل ليها ابديت كتير وهي بس بتعرض لي انفورميشن، ما فيش اي تفاعل على البيجز. لكن الدايناميك لا، في تفاعل، ممكن يطلب مني انفورميشن ابعتها بتتسجل او بتتعمل سيف على الداتابيز، في كونتاكت، وعشان كده بتحتاج ابديت كتير. فدي الدايناميك. ال HTML مخصوصه للاستاتيك، ان هي تعمل لك ويب بيج زي الفل وجميله جدا بس ما فيش اي تفاعل عليها، وميزتها انها ما بتحتاجش ابديت كتير. لكن لو انت عايز تعمل دايناميك بقى ويب سايت فيه شغل وفيه برودكتس بقى وفيه شغل، وهنبعت واحد هيبعت لي مسج وانا هبعت له تفاصيل البرودكت، يعني في كوميونيكيشن، يبقى انت محتاج دايناميك. طب الدايناميك دي اعملها بايه؟ ممكن اعملها بالجافا سكريبت، ممكن اعملها بالبي اتش بي، ممكن اعملها بالبايثون. كل دي ايه؟ كل دي بروجرامنج لانجوج تو كرييت ويب سايتس. الاتش تي ام ال هي الاستاتيك، اللانجوج التانية اللي معانا دي للديناميك. فهمت يا اولاد؟ فهيبقى دي بالنسبة لي HTML static web page. تمام يا جنى، وصلت كده؟ تمام يا مس. تمام، يلا يا مايا. اوكي، انا سمعتك قلتي ليتر بي، عندك مشكله في المايك يا مايا، يعني صوته بعيد جدا. اوكي، بس انا سمعتها بي. برافو عليكي، هي فوكس ذا اون ارتفيشال انتليجنس. برافو. لا هي بوس اوف زيم، سوري، حد كان هيلحقنا اهو، انا ما قريتش الاولانيه. مش عارفه يا مايا انا سمعتها انت قلتي بي ده، انا سمعت صح ولا لا؟ بس هي مش بي يا اولاد، هي بوس اوف زيم، عشان انا ما كنتش قريت الاولانيه، سوري. في مشكله في المايك، انا مش سامعاكي يا مايا. اتس اوكي يا حبيبتي. سو اتس بوث اوف ذم، هيومن او كمبيوتر انتر اكشن وارتفيشال انتليجنس. تمام، يلا يا رنا. 13 ذا بلاتفورم انكلودز مونيتورشيب اند امبلويمنت، هتبقى ليتر بي. هتبقى ليتر بي، برافو عليك. ذس از ذا بلاتفورم. اوكي يلا، بعد ما يمين بعد رنا ريم. You can create a website using C, both of them.
برافو عليك. ايوه انا اقدر استخدم بروجرامينج لانجوج زي الاتش تي ام ال، زي الجافا سكريبت، زي البي اتش بي، وممكن استخدم بلاتفورم زي الورد بريس اللي خدناها السنه اللي فاتت. برافو. يلا يا ماليا تاني. If you can create a text, the first step to use ISTEM بلاتفورم. Yes, the first step. انا ما سمعتش شيرين بيسال على الفيرست ستيب، ويتش وان؟ ask for help. نو سوري، الفيرست ستيب اتس ابلود ذا تكست. اول خطوه بنعملها على الاي ستيم. اوكي، الاول خطوه if you can't read the text، فاكره انا اكدت على الخطوات بتاعتها، قلت اول حاجه upload the text، تاني حاجة convert to Microsoft Word أو document هتتحول لدوكيمنت، تالت حاجة screen reader هو اللي هيقرأ للشخص اللي مش قادر يقرأ. تاني يا أولاد هم 3 steps. upload the text if you can't read، البلاتفورم الاي ستيم هيفيده ازاي؟ أول حاجة هيعمل upload the text، هيرفع التكست اللي هو مش عارف يقرأ أو محتاج يقرأه. بعد كده the software، البرامج اللي موجودة على البلاتفورم will convert the text into document، هتحوله لملف وورد. بعد كده screen reader هيبدأ يقرأ النص. دول 3 steps. okay if someone can't read the text. تمام يا أولاد؟ تمام. okay يلا حبايبي، مين اللي عليه الدور؟ أنا جودي. جودي يلا يا جودي. مش هنروح السمي. بقى لا بقية اللي تشوز هيبقى homework حبايبي. هنروح بقى على true or false. سوري يا جودي. ها باتريك سوني is a computer expert. True. برافو عليك. ثواني اشوف عددهم كام. لا متوصي بيكو. اوكي يلا يلا يا ايسل. كارتيك سوني programs in HTML. True. لا هو كارتيك ساوني كان بيشتغل بالبايثون وكان بيشتغل بالسي بلس بلس والسي سلاش. اوكي ما كانش بيشتغل okay. بالاتش تي ام ال. تمام ما فيهاش مشكله النقطه دي. ايسل حل اللي بعدها. مستر ساوني ديفلوبس اب تو هيلب بيبل اوف ديترمينيشن. يس هي ديفلوبس ابس اللي هي اختصار application to help people of determination. true or false. true. okay يلا يا جودي. انا جاوب من بشوف. yes كارتيك ساوني. كارتيك ساوني is a national geographic explorer. true. يلا يا ايسل. There is one way to create website using coding language. Sanya miss. No, false. No, false. لأن أنا عندي البلاتفورم كمان. برافو. يلا يا جنى. Kartik earned his master's degree from Harvard University. I think true. No. I think California University. Is it right, يا ولاد؟ California? أيوة California. California, yes. No. So it's wrong. ما أنا لسه بذاكر معاك وأنا ما حفظتش برضه. يعني إحنا في الهوا سوا زي ما بيقولوا. Teacher, يا Stanford University. كانت في كاليفورنيا. أها، برافو عليك. لكن مش هارفرد خالص. أوكي. طيب. فيش مشكلة. مين بعد جنى؟ مايا. يلا يا مايا. مايا برضو نفس المشكلة الصوت يا مايا. طب انت ممكن تكتبي الانسر يا مايا؟
او تبعتي لي الانسر في المسج على طول true or false. مايا مش سامعاكي يا قلبي، ممكن تكتبي لي في الانسر على الشات؟ طب اوكي معلش يا مايا سوري. يلا يا مين، يلا يا رنا انسر، لان انا مش سامعه مايا خالص. فولس لان هي مش برينتد، هي سكانر. برافو عليكي، هي فولس لان ما كانتش البرينترز، كانت السكانر. اوكي يلا يا ريم. مستر سوني develops an app to convert graphs into audio frequencies. Frequencies. True. True. برافو عليكي. يلا يا ماليا. نمبر 9. True. كارتيك ساوني studies computer science and focused on artificial intelligence. True. الأولاد خلاص أهو هنحل لحد 15 وهيبقى باقي الأسئلة homework. الناس اللي ما معهاش البوك هبعت لكم السكرينز على الواتساب، ما تقلقوش على الجروب. يلا يا جودي. The Mercer Child Rania Sala is a program. True. True. يلا يا أيسل. 11. HTML is difficult to learn as a programming language. False. False. Oh, it's easy to learn. Yalla, ya Jenna. The ICT platform include employment for people of discrimination. Atak, are you true? True. Bravo aliki. هو بيقول includes employment opportunities for people of determination. يعني في فرص توظيف، الجملة دي كده معناها فرص توظيف أو فرص شغل للناس اللي هم الـ people of determination. أيوة الكلام ده true، ده التارجت الرئيسي أصلا. يلا يا المفروض مايا، بس طبعا صوت المايك عند مايا صعب جدا، فسوري يا مايا، يعني يا ريت تشيك المشكلة دي يا مايا. يلا يا رنا. دور مين؟ رنا اللي عليها الدور ولا مين من اللي بيجاوب يا أولاد؟ أنا. يلا يا رنا، واخر سؤال هيبقى مع ريم. HTML is programming language used to create websites using less codes. True. لان هي الدنيا بسيطه في ال HTML. اوكي يلا يا ريم. Dynamic web design language include JavaScript, PHP and Python. PHP and Python. دي كلها يا اولاد programming language، لغات برمجه الناس البروجرامر اللي بيعملوا ويب سايتس بيتعلموها عشان يقدروا يعملوا مواقع او ويب سايتس على الانترنت. ترو. ترو. الثلاثه دول يا اولاد عشان نفرق بقى كده، ركزوا معايا، الثلاثه دول دايناميك عشان نشتغل على الدايناميك ويب بيج. اوكي الاتش تي ام ال ستاتيك، واحنا فرقنا بين الاستاتيك. ستاتيك يا اولاد يعني صفحه مفيش، ما بعملش عليها اي حاجه غير ان انا اقرا الانفورميشن اللي عليها، مفيش لا ببعت لحد ولا حد بيبعت لي ولا في اي حاجه خالص، just information، دي اللي اسمها الستاتيك وبنعملها بال HTML. اوكي الدايناميك هستخدم الجافا سكريبت والبي اتش بي والبايثون لان في كونتاكت، في ابديت على الصفحه. طب هو اصلا انا بمزج ما بينهم في الويب سايت اصلا؟ انا في الاساس بعمل الستاتيك، بعمل الاساس بال HTML وبعدين بدخل على الجافا سكريبت وبعدين، يعني فاهمين قصدي؟ لكن هي ال HTML لوحدها الستاتيك. اللانجوج الثلاثه التانيين اللي هو الجافا سكريبت والبي اتش بي والبايثون دول كلهم للدايناميك ويب بيجز. اوكي القصه بالنسبه للبروجرامنج لانجوج طويله، مش مطلوب منك بس غير انك تفرق مين اللي مستخدم للاستاتيك ومين اللي مستخدم للدايناميك. اوكي وتبقى فاهم يعني ايه ستاتيك ويب بيج ويعني ايه دايناميك ويب بيج. ستاتيك ويب بيج بريفيو انفورميشن اونلي جاست تو ريد اند دازنت نيد اني ابديت، يعني ما بتحتاجش ابديت كتير. لكن الديناميك there is a contact and needs all the time needs update. تمام يا أولاد؟
مين عنده سؤال؟ فعشان الوقت، حد عنده أي سؤال؟ نو نو طيب اتس اوكي. هبعت البي دي اف او السكرينز الخاصه بالهوم ورك على الواتساب. اشوفكم على خير ان شاء الله السبت القادم بامر الله. تمام يا حبايبي، السلام عليكم. السلام عليكم.